قبل ما نبداو حوارنا من عامين تقريبا ولا اكثر 3 سنين لتالي كنت ضيفي في الدوامه وفي سؤال وقتها نحكيو على رابور مشى غنى في اسرائيل. قلت لي ما نحبش نكشف هويته وما نحبش نقول عليه. قلت لك انت مقابل 50,000 دولار مستعد تمشي والا لا ولا تعطيني اسمه؟ محمد انت قلت لي مقابل 200,000 دولار تمشي لاسرائيل. قلت لك لا اما فما شكون مشى ب 50,000 وقتها وحلت. قلت لي شكون قلت لك ما حبيتش تقول لي فهمني. دونك خذاو بارتي صغيره من البوبليسيتي مازلت ما بداتش برومو تاع البرنامج كان اللي هو العادي يصير انه البرومو تصير بديكلاراسيون قويه باش تشد الناس. فهمتني شي طرف هذيك تقلبت عليها الدنيا معناتها ولي ميسيون مازلت ما بداتش. التلفزيون الكل كلمتني التلفزيون الكل كل سمير الوافي نوف الورتاني عبد الرزاق الشابي علاش الكلهم اللي عنده حكايه في الكل كلمت على البرومو ويلزمك تجي ابار راديوات. وانا قلت راني ما نجيش الا بعد ما تعدي الحلقه. صحيح الحلقه ورفضوا ما حبوش بعد من وقتها قالوا لي انسى. فما شكون قال لي انسى دي باش تعدي في التلفزه مره اخرى؟ انسى ما عادش تعدي في التلفزه نوف الورتاني انسى باش تعدي. ما هو قاليش ديريكتومون معناتها مع الاسيستون تاعو. ما عنديش مشكله انا بطبيعتي نوف الورتاني ما عنده ما يزيدني. فهمتني مش إيه ما تحملش عاد مسؤوليه على كلام ما سمعتوش من الشخص ديريكت. ليش ايش بوم ما قلقنيش انا. تعرف اللي قلقني اكثر اللي قلقني هو في نفس الراديو هذيا ايميسيون تاع رفماد في نفس البيريود معناتها ليميسيون زاد ما هبطتش ويخرج مراد صغيدي اللي يعرفني بيرسونيلمون مراد فهمتني وحقرني تحقيره معناتها نتاع انك قال لي حتى ببلاش ما يجيبوكش اسرائيل. فهمتني معناتها انت ما تسويش حتى بلاش في اسرائيل معناتها هذا مراد فهمتني اللي نورمالمون يسمع ليميسيون هذا محنك معناتها نقولوا اعلامي ويعرف انه هذوما دي برومو وراي البرومو ساعات تتاخذ بالغلط باش تعمل البوز وكاو ما عليناش. يزيد يوجع اكثر هو الاستاذ فتحي المودي اللي نحترمه على الاخر حتى بعد ما قال هذاك خاطر انا الاحترام تاعي مش مشروط مش لازم تحترمني باش نحترمك لكن انك توصل عندك المحامي للبرنسيب نتاعو انه المتهم بريء حتى تثبت الادانه ديريكت راهو بدا يشعر في انا في الرخص وفي الرذيله وفي القوميه العربيه المضروبه وهذه كل على برومو صغيره فيها تصوير كوستا قال 50,000 كوستا باش نفسر للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا باش يقولوا مثلا علاش مش قاعد نتفاعل معاك توا على خاطر هذا حق رد طلبته انت من طلبته عندي من برشا من وقت حق رد تفضل دونك هذا ايش حبيت نقول معناتها هاكم توا عرفتوا لي ميسيون معناتها علاش حتى واحد فيكم كيما مراد صغيدي يتفاعل معايا توا يقول لك بعمري ما قلت الجمله هذه نتاع اسرائيل حتى بلاش ما تجيبكش. ها ارجع للفيديو نتاعك في الرفماق مراد صغيدي هاو يتفاعل معايا توا ويقول لك ما عندها مشكله اخويا انا كذا كان انت وصلت معناتها ظلمت انسان وكنت بالقوه ذيك وعروقك خرج وانت تحكي على ذيك وتفك يعملوا كي لا 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 ذوما مواضيع ما نحكيش عليهم نورمالمون بعد كي تفرجت في ليميسيون وطلعت لي انا مانيش غالط معناتها ومظلوم في الحكايه قول انا نعتذر ما فما يطيحش بالعكس يزيد يطلع لك الكوت وانا والله قلت لك نحترم احترام عندي مش مشروع واضح هذا حق الرد فهمتني لا عاد خلينا هذا حق الرد لكن بعدها هي بعد معناتها البرومو هذيك والميسيون مازلت ما بداتش اي عندي حفله في القاصرين دخل فيها الوالي كوستا ما يجيش جمهور كوستا ما يجيش اشتر جمهور الساعه وقت اللي انا نغني الحفله انا وكلاي اشتر جمهور دخل واشتر الجمهور قاعد يستنى فيه نكمل باش يجي كلاي تلمو ضربت الحكايه ولو مازالوا ما فهموهاش راه فهمني كانش مش شجاعه المدير المهرجان حمزه العجلاني وجمعيه البعد السابعه اللي منظمه الواقع قالوا لهم ليه كوستا باش يجي راه لازمو يتعدى لازمو يكون موجود لازمو يتعدى لا وطلعت في الحفله وهزيت علم فلسطين و... الناس كنت تعرفني والزنار وكنت بربي حياتي هي فلسطين اول غنيه اول غنيه على فلسطين بربي باش ما نتعديش. مراد صغيدي يعتذر منك في المباشر قال لك حتى كان ما نتفكرش قال لك نعتذر منك مقبول وصل الاعتذار شكرا لك مراد صغيدي على التفاعل ديريكت الاعتذار وزيدي طلع قيمه الراجل برافو عليك هذا النقاط اللي جابيها اليوم في الحوار.